من موسم الماضي لكن تعرض لإصابة ولذلك تأخرت يعني عندنا مثلا ماركو أسنسيو أحد الأمريكي سنبتعد عن لاعب كرة قدم من الصعب أن تكون معناها نيمار مباراة سيحسن منها الفريق على المستوى التكتيكي. بس أوضح للسادة المشاهدين أول مباراة تلعب بهذا النصر السعودي عندما ارتدى الأسلوب ترويجي وفعلا مثلما ظهرت التنبؤات الخطوط التي تأتي بالطول باللون الأزرق. Paris Saint-Germain menghadapi Al-Nassr pada pertandingan pramusim pertama mereka di Jepang. Kedua tim mempertontonkan permainan yang sangat menarik. Jual beli serangan pun terjadi pada pertandingan kali ini. Cristiano Ronaldo yang tampil sebagai starter mampu sangat merepotkan pada pertahanan PSG. Dan seperti apa cuplikannya, mari kita simak bersama. يحلو للبعض أن يسميها بندقية اليابان لكثرة دك البرازيلي نيمار والذي يتواجد على دكة البدلاء في يوم العودة عاشرة من هذه المسافة التصويب الجاتي ولكن نواف العقيدي بعد تسديدة سولر الذي أراد أن يصاد فيها الشباك من حاول لكن التغطية كانت من جانب عبد الله بادو في الكرة الماضية بينما هنا رونالدو يحاول فيها وصلت إلى نواف لمينة يحاول لمينة يتقدم يتوغل من أمام بروزوفيتش ممتاز الكرة ما زالت على طريق لمينة نوا يحاول فيها لمينة والعرضية لكن بعيدة في اليسار للعالم منقولة وصلت هذه الكرة عن طريق عبد الرحمن غريب ينقل الكرة إلى الخلف كونان والعرضية رونالدو ولكن سهل عند أينما حل وأينما يخطف في الأنظار أينما حل واسم للتاريخ بالنسبة لكرة القدم السعودية كرة منقولة وصلت في وسط الملعب عودة إلى الخمرير الوصول إلى الدون كريستيانو يحاول فيها بنقلة أخرى فرصة تأتي للنصر عرضية ولكن إلى ركلة مرمى كما زال فرصة للنصر فرصة للعالمي من أجل هدف هنا المحاولة والتمريرة والنقلة والعرضية ترسل ولكن أداء أفضل من آخر مبارتين أمام بنفيكا وكذلك التمريرة من الطرف الأيمن بعد ذلك فرصة تأتي عن طريق أسينسيو عودة فرصة الهدف الأول بعد نوى لمينة في اللقطة الماضية خطيرة كانت الكرة الأخيرة النصر التقدم عن طريق عبد الرحمن غريب في تمريره كرة الخدوهات يا سلام في محاولة أخرى لكن هناك أشرف إلى ركلة ركنية أخطر كرات نادي النصر عن طريق الأخطر كريستيانو إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية الآن شاهد الكرة من يبحث عن كونان يتقدم من الطرف الأيسر عرضية ترسل والفرصة مستمرة وهنا التسديد من بروزوفيتش ولكن فيتينيا عودة بعد ذلك إلى نواب لمينة عند الكرة لمينة انطلق توقع عرضية تاتي ولكن موجودة في دكة البدلاء عموما لدينا هنا كرة من ركلة ركنية بصورة ممتازة كرة الخدوهات إرنانديز عند كرة عرضية فرصة الجول ولكن مادو رفض الكرة كرة من منقولة باتجاه رونالدو على السلام والتحضير من الدون وصلت هذه الكرة سليم عند كرة عبد الرحمن غريب والعرضية رونالدو يتقدم الكرة ما زالت مستمرة مرور وتقدم من أشرف لكن في الأخير عبد الله مادو أدوار كبير أرمي التماس لكن تبعها دوناروما ليرفض هذه الكرة رونالدو كرة مستمرة لمصلحة فريق باريس سان جيرمان نقلة من الطرف الأيسر من جديد بعد ذلك الفرصة من جانب نوا لمينة والتسديد لكن بعد البيزي كرة منقولة عن طريق رافينيا ممتاز الكرة نقلة جميلة فرصة لنا أسينسيو يحاول فيها ولكن ملعوب الكرة في وسط الميدان عن طريق رونالدو سليمان صليهم إلى رونالدو إلى صليهم من جديد تمريرة إلى تاليسكا لمن؟ تاليسكا ما زال تاليسكا يحاول تاليسكا فوفانا يحاول عرضية فوفانا الله كاد أن يفعلها تنتهي والفرصة لم تنتهي أسينسيو التسديدة ولكن هو أو تصدق في اللقاء بيجينا شيء نصر لا شيء حارس دون على التغييرات في هذا الشوط الثاني لك رونالدو راح انطلق الدور من اجل الجول الدور هنا ولكن يمكن ابدا ان تلحقه ولكن
رونالدو في اللقطة الماضية، شكرينيار غطى كرة تعود مرة أخرى، عادت الكرة من جديد عن طريق تاليسكا، تاليسكا إلى بروزوفيتش، وصلت إلى رونالدو، تاليسكا راح، تاليسكو تقدم، تاليسكو تسديدة، تاليسكا تاليسكا اليوم يعني حتى لو لم يشكل خطورة على مستوى التسديد، لكن بروزوفيتش انطلق، بروزوفيتش عنده كرة، بروزوفيتش والتسديدة كرة الماضية، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة، فضل بروزوفيتش في هذه الكرة، رونالدو كان يطلب الكرة في اليمين، لكن مراقبة كانت من لوكاس هرنانديز، هنا لحظة التسديد، سليم كان متسللا في اللقطة الماضية، لكن النصر بين المحترفين الذين مروا على تاريخ النصر بمختلف الأزمنة، الكرة منقولة عن طريق السلطان الغنام والتمهيد، لكن في الأخير الكرة الغنام في نقلة، سليم يحاول، لكن الغنام من قدم تاليسكا، الآن تاليسكا عنده كرة من الجهة اليمنى، تاليسكا والعرضية دوناروما في التصدي، سقط هنا رونالدو، رونالدو في الكرة التي أراد الوصول لها، رونالدو بروزوفيتش القادمة، هنا لدينا فرصة منقولة الكرة، بعد ذلك تصل من على مشارف منطقة الجزاء، ممتازة من أشرف، حكيمي، حكيمي عنده كرة، لكن في الأخير طريق بروزوفيتش عنده كرة، بروزوفيتش يحاول، بروزوفيتش في كرة لكنها مقطوعة، جمع فرصة من سولر يحاول فيها الإسباني، سيمي عنده كرة، حكيمي يتعثر لكنه ينهض، الكرة تعود لمصلحة نادي النصر، انطلاقة في وسط الملعب، الكرة تنقل بعد ذلك في اليمين، تاليسكا ممتازة على الماشي، على الماشي من تاليسكا، تاليسكا على الماشي للجول، رونالدو أمام دانيلو، رونالدو، رونالدو ما زال، رونالدو يتقدم، رونالدو، رونالدو والتمريرة لمن؟ وصلت باتجاه تاليسكا، تاليسكا السلام، تاليسكا في محاولة، تاليسكا في كرة مستمرة، عودة بعد ذلك عن طريق بروزوفيتش، نصر في كرة، رونالدو في الاستلام، يا سلام، ممتازة في اليسار، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر، نصراوية، عادت ومن ثم العرضية ترسل عالية، لكن شكرينيار في التغطية. عبد الله الخيبري يلعب له كره، خيبري باتجاه تاليسكا، التمريره البينيه، لكن ايضا كره مارينسيو، نقله زاير امري، مطالبه بلمسه الكره، زاير امري والتسديده، لكن تاليسكا في التغطيه، عوده لمصلحه نادي النصر، نقله في الطرف الايسر، سريعه كره في اليسار، الانطلاقه تاتي والتمريره الى الدور، رونالدو لكن دانيلو خطا على رونالدو، كان على الاسطوره، بروزوفيتش موجود، تاليس موجود، يرسل كرة عرضية، الكرة ما زالت دون روما يتصدى، لكنها تعود مرة أخرى عن طريق إلى ركلة ركوب، ستنفذ منقولة كرة لافة والرأسية من رونالدو كادت، لكن ماركينيوس، ماركينيوس أيضا كان في التغطية، أبعد هذه الملعب إلى ركلة ركنية، شاهد الكرة هنا الارتقاب من جانب ماركينيوس، تصل عالية من جديد، رأسية هذه المرة من أوكارتي، ما زالت الكرة مستمرة، رونالدو أمام دونر الحرب، رونالدو سيغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات، صورة كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر هنا في هذه الجولة الآسيوية، شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، ولكن هنا يغادر أرضية الملعب في تغيير